أنا من خلال الموصلية، لأن هي تخاطب أهالي الموصل أنه جباء الشرفاء وقد طال الانتظار، وهم ينتظرون القوات المسلحة أن تأتي لتخلصهم من تنظيمات وعصابات داعش التي قد يكون القليل انغر بهم في بداية الأمر، ولكن الآن انكشفت الأوراق وعرفوهم على حقيقتهم. نقول لهم أنه الساعة قريبة إن شاء الله، والعمليات ستكون كبيرة وعمليات مهيئة. ما شاهدتوه يوم أمس من هذا جزء من محور من المحور الوسطي اللي هو الفرقة المدرعة التاسعة والقطاعات الملحقة بها، نعم عمليات تحرير نينوى بدأت بعدة مراحل. مرحلة مخمور وغيرها هي الصفحة التمهيدية الأولى للقرى. الآن ستبدأ الصفحة الثانية بتحرير الأقضية والنواحي، وكل أقضية ونواحي محافظة نينوى ضمن الرقعة الإدارية التابعة لمحافظة نينوى ستكون في الأيام القليلة القادمة مرشحة لتحريرها، منها القيارة، الشرقاط، الحضر، حمام العليل، المناطق الأخرى من عدة محاور. لذلك إن شاء الله بعد تحرير هذه الأقضية والنواحي بالمرحلة الثانية اللي بدأت يوم أمس عندما وصلت القطاعات إلى مناطق اجتماع عمامية، سيكون أيضا تطبيق المرحلة الثالثة، هي مرحلة تطويق مدينة الموصل المركز، مركز محافظة نينوى، والمرحلة الرابعة هي مرحلة تحرير المدينة من تنظيمات داعش الإرهابية. المدرعة التاسعة فرقة عريقة وفرقة مسلحة تسليح على أعلى المستويات ومدربة وتعمل بملاك عالي جدا ومعنويات عالية ومجربة. هذه الفرقة ستكون هي المحور الأساس للتحرير محافظة نينوى إن شاء الله، وهناك أيضا قطاعات من قوات النخبة، من جهاز مكافحة الإرهاب، هناك من الشرطة الاتحادية، هناك قطاعات من الجيش. بعد انتهاء عملية تحرير الفلوجة ستكون هناك ثلاث فرق ستكون فائضة عن الحاجة بعد تحرير الفلوجة. هذه الفرق ستدخل معسكرات لإعادة التنظيم وإعادة التأهيل، وأيضا هناك احتياطات جيدة. الموصل مخطط لها بعناية، الموصل تحتاج إلى جهود كبيرة وقطاعات كبيرة تتناسب مع حجم هذه المدينة وتضحيات أهاليها. فإن شاء الله كل شيء محسوب وكل شيء مقدر تقدير جيد، سواء من القطاعات البرية أو القطاعات الماسكة أو القطاعات التي تطوق أو قطاعات الإسناد أو وحدات الإسناد أو تشكيلات الإسناد، جميعها مخطط لها، وإن شاء الله الأمور تسير حسب ما مخطط له في غرفة العمليات.